قدم شاب على قتل زوجته ثم الانتحار في شارع الحضارة في مدينة حمص لدوافع مجهولة. العثور على جثة الإعلامي ماجد العاسمي على طريق اليدودة المزيري في ريف درعا بعد اعتقاله من قبل قوات النظام. مقتل عنصر في الأمن العسكري التابع للنظام إثر إصابته بطلق ناري في مدينة صلخت بريف السويداء الجنوبي. تسير دورية تركية في المناطق الممتدة من مدينة سراقب وحتى السرمان في ريف إدلب تزامنا مع تحليق للطيران الحربي التركي. العثور على جثث 3 أشخاص مقتولين بطلق ناري في الرأس بعد أن فقدوا لعدة أيام بالقرب من مدينة معدان في ريف الرقة الشرقي. مقتل امرأتين إثر انفجار مجهول السبب أدى لتدمير منزل في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.